كشف مدير ناحية دجلة برهان محمد العيساوي جنوبي تكريت عن أن قوات الأمن والدوائر المختصة أنجزت 50% من خطة تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة لمنع تحولها لملاذات ومخابئ لعناصر داعش الإرهابي، موضحا أن الخطة تنفذ من قبل عمليات سامراء في منطقة سموم في أطراف سامراء إلى نهاية مكيشيفة، ومن أطراف منطقة الزلاية في تكريت وصولا إلى سامراء من قبل عمليات صلاح الدين.